بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الكرام، مشاهدي ومتابعي قناة مرساي وأعضاء مجتمع الديوانيات، استكمالا لجولتنا السياحية في منطقة الباحة في إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا اليوم الأربعاء 12 من شهر ذي الحجة لعام 1437 من الهجرة، نحن الآن في الشفا الواقع في جنوب مدينة بلجرشي. كما تشاهدون سلسلة جبال السراه الشاهقة وتلك الأودية الموجودة أسفل هذه السلسلة الرائعة والجميلة، وهذا الضباب وهذا الطقس البارد والمعتدل في فصل الصيف يحفز ويشجع على أن تكون منطقة الباحة من ضمن المناطق الجاذبة للسياحة الداخلية. ونحث كما ذكرنا في عدة فيديوهات سابقة المسؤولين الكرام في منطقة الباحة أو في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأيضا قطاع الأعمال سواء الرجال أو سيدات الأعمال أو الغرف التجارية، على الاستثمار السياحي في هذه المنطقة تحفيزا للسياحة الداخلية وتشجيعا لها، ولكي نعزز من نمو الاقتصاد والناتج المحلي لمنطقة الباحة. كما تشاهدون هناك أعلى قمم الجبال، شاهدوا تلك البيوت وتلك القرى المتناثرة في قمم الجبال في مناظر خلابة وجميلة ومبدعة في بيئة طبيعية كما خلقها رب العالمين عز وجل. وتلك القرى هناك في أسفل الوادي تقريبا منطقة المخواه، مركز أو محافظة المخواه ومحافظة قلوة، وأيضا مجموعة من القرى المتناثرة في هذه الأودية والجبال الساحقة. أترككم في مشاهد جميلة